في إنجاز جميل جدا، احتلت المملكة العربية السعودية المركز السادس عالميا في مؤشر القيم والسلوكيات الخاصة بقطاع الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي 2022 للتنافسية العالمية، ولنشره المعهد العالمي الدولي، المعهد الدولي لتطوير الإدارة ومقره سويسرا. جميل جدا أننا نشوف دائما المملكة متصدرة دول العالم في عناصر كثير، في معايير كثير، وخصوصا أنه هذا المقياس جاء شمل الأداء الاقتصادي وكفاءة الحوكمة وكفاءة بيئة الأعمال والبنية التحتية، وهذا شيء جدا نفتخر فيه، وإن شاء الله من إنجاز لإنجاز.